السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة الحميدي. بعد غياب طبعا طويل، ها أنا رجعت لكم من جديد. مرحبا بالمتتبعين لقناة الحميدي، مرحبا بالمشتركين الجدد. إذا من خلال إن شاء الله هذه الحلقة غادي نعطيكم التواريخ ديال إجراء الامتحان البكالوريا أو حتى يعني الجهوية. لكن قبل ذلك بغيت نعرفكم فين وصلتوا في المراجعة، أو لا بمعنى آخر واش بديتوا المراجعة، لأن كاين فيكم اللي طبعا معجز وإلى حدود الآن مازال تيقول شوية مازال، لكن الوقت كيطير، الوقت كيمشي بالزربة، الوقت ما تيرحمش. إذا فبالتالي بالنسبة يعني الناس اللي مازال ما بداتش المراجعة ديالها، فهذه هي الوقت باش تبدا يعني الملخصات ديال الدروس، باش تبدا يعني الدروس اللي انت تمتحنتي فيها الى غير ذلك. دونك خاصك تعاود تراجعها، تستغل يعني العطل، تستغل الاوقات اللي عندك خاويه فيها باش تراجع طبعا يعني الدروس. علاش هذا الشيء كامل؟ لان في الاخير كتكونوا مضغوطين، في الاخير كيكونوا تجمع لكم الدروس، في الاخير كتكون يعني واحد الضغط اللي هو رهيب حقيقه. اذا فبالتالي اللي حيدتيه مزيان، اللي حيدتيه مزيان. هاد الهضره قلتها عاوتاني لانني عارف اش كتسوى هاد المساله هادي. اللي حيدتيه عليك فهو مزيان. اذا كنتمنى حقيقه، كنتمنى على انكم تكونوا بادين، وخليو لي في التعليق خليو لي في التعليق نشوفكم واش بادين ولا ما بادينش، وشحال من درس يعني ضبطيه مزيان، يعني هذا ما فهمتيه ما غات يعني ما غاتخافش منه. اذا باش نقول لكم المواعيد ديال الامتحانات، غنبدا لكم بالجهوي. ان شاء الله ستجرى الامتحانات الجهوي يوم 1 و2 يونيو، يعني 1 و2 شهر 6، هذا فيما يخص الجهوي. اما مواعيد الامتحانات الوطنيه، اي الامتحان الوطني الموحد لشهاده البكالوريا، فستجرى الدورة العادية أيام 4 و5 و6، 4 و5 و6 يونيو 2020، طبعا اللي هو شهر 6. بالنسبة لجميع الشعب كما تجرى المداولات يومي 18 و19 يونيو، ليتم الإعلان عن نتائج البكالوريا يوم 20 يونيو. ناري ناري هذا النهار تيخلع هذا النهار. اما بالنسبه للدوره الاستدراكيه طبعا لجميع الشعب ستجرى ايام 2 و3 و4 شهر 7، اي شهر يوليوز، كما يعني ستجرى المداولات يوم 10 يوليوز. اذا ها انتم عرفتوا التواريخ ديال الاجراء الامتحانات ديالكم، وعرفتوا حتى الدوره الاستدراكيه لا قدر الله ان خرجتكم الدوره الاستدراكيه. اذا ما عليكم دابا الا انكم تقفضوا على يديكم والعمل، الخدمه تبريباريو دابا بشكل مجموعات، توجدوا الملخصات ديال الدروس ديالكم بالنسبه يعني للفلسفه الاجتماعيات، بالنسبه للاداب العربيه، ايضا بالنسبه للاداب اللغه الانجليزيه، سواء يعني العلميين او الادبيين. يبدا خدموا 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 خدموا، لان اللي حيدتي عليك دابا فراه مزيان، اللي حيدتي عليك دابا فراه مزيان، لانك في الاخير كتكون ستريسي، كتكون عليك دروس بزاف، كيكون ضغوطات، كيكون واحد المجموعه ديال الحوايج. اذا خوتي اضرب لكم موعدا الى الحلقه القادمه ان شاء الله.